بختم معك بسؤال عبثي شوية. في العبث شوية خذني على قد عقلي. لو كان يجيك تليفون من عند إيمينو ويقول لك راني موجود في تونس ومستحقك باش تعاوني أو تخبيني، أنا باش نعطيه أقوى حل، معناه اللي هو باش نشوفوا محامين، باش نشوفوا محامين فهمت، وباش نشوفوا معناها في معناها كيما نقولوا شنو ينجم يصير له شنو كذا، وفوميو العبد كي يبدا في كاكي من هكا. أنا كان جيت معناها اللي باش نعملوا معاه كاني باش نعملوا معاه روحي، معناها باش نحاول أنا نفضلوا الحكاية، كان فما وقوف فما كذا يتوقف ويخرج ويبدا حياة جديدة. ما فيهاش نجمش تعيش شر وشرشي في 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 اي بلاد في العالم برشا. انا قعدت 8 شهور وشرشيت تخنقت، بمعنى تخطيط ولا باش تبلغ معناها شنو باش تعمل؟ سؤالي ما نجمش نبلغ على صاحبي، ما نجمش نبلغ على صاحبي حتى لو كان هو قلت لك نخبيه ونحاول نفضله فهمت، نمشي نشوف محامين كذا، ومن بعد المحامين كما صار لي انا خينا في بوليسيه كليبكي قعدت رشرشي ونقابل محامين ويقولوا لي هكا البروسيدور هكا اوكي، وراه نهار الفلاني عملنا لك اعتراض وباش تسلم روحك فهمت، سهلة معاك فهمت هكاك نمشي معاك في الخط. باهي سكروه الموضوع ونشكرك برشا على رحابة صدرك ولدي الكانس.